دعا وزير النقل كامل الوزير المصريين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية والتي بدأت اليوم وتستمر حتى بعد غد. وقال الوزير عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنته الانتخابية: نريد من المصريين المشاركة بكثافة لكي يعرف العالم أننا شعب صاحب قرار. وأضاف أن كل المصريين يعيشون في أمن وأمان بفضل ما تحقق في السنوات الماضية، وكل المصريون آمنون بفضل حبهم لدولتهم، ونهدف لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. رسالتي للرئيس القادم: كمل خطة تطوير بلدك، كمل مشوارك، كلنا وراك، كلنا معاك، كلنا جنودك، كل الشعب المصري، مش فقط فصيل أو غير فصيل، كل الشعب المصري حاسس بإيه اللي البلد عايزاه، حاسس بإيه اللي البلد اتعمل فيها، حاسس بإيه الفرق بين مصر وبين جيرانها كل اللي موجودين حواليها، وعارفين إيه اللي أنت عملته لبلدك، وشد حيلك ربنا قويك. أقول للشعب المصري: كلكم اطلعوا النهاردة، كلكم انزلوا النهاردة، كلكم شاركوا النهاردة، عشان زي ما قلت تثبتوا للعالم كله ان انتوا اصحاب قراركم، ان انتوا ناس بتحبوا بلدكم، ان انتوا عندكم وعي، عارفين يعني ايه ديمقراطيه، عارفين يعني ايه اختيار، عارفين يعني ايه تقرر مصيرك وتقرر مصلحه بلدك بنفسك.